ديولون هو شخصية ظهرت لأول مرة لكوف 2003 كعضو في فريق هيرو. هو أول شخصية ذكورية من فلير بريكانز أو هيزاكو، صمم ليشبه رجل وسيم كما أنه أول شخص يزين بثياب زخرفية. لقبه الرسمي هو القاتل الصامت، هو الأخ الغير الشقيق لشيولون، وبوصفه ابن زعيم العشائر، يعرف باسم ذو برانس، وهو أيضاً الأكبر بين أبناء رون. مثل إخوته، غادر القرية في شبابه للتدريب، بعد خيانة رون للمنظمة، انخفضت سمعته مع الأعضاء الباقين كما وصفوه بأنه ابن الخائن. على أمل مطاردة خائن العشيرة، يشارك في العديد من الوظائف كقاتل. كما يبدو أن أش مهتم بخدماته، من خلال أش يلتقي مع شينهو. يتوددان ليه فيوافق على دخول بطولة 2003 معهم، لكنه يختفي عندما يستشعر وجود رون. بعد اكتشاف الأهداف الحقيقية لأش، يتعاون مع ليزابيث وبيني مارو لمعاقبة زميله السابق. هو فضولي حول نوايا أش، وباحترام طرق أجزاء مع بيني مارو، يلتقي مع شينو في محاولة لاكتشاف أي شيء بخصوص مكان زملائهم السابقين. في طريق مسدود ببحثه، يتذكر أن إليزابيث كانت لها علاقة مع أش وهم يعملان معا لإيجاده. في نهاية البطولة، على حد سواء هو وشينو، ويعطيان وقتا لإليزابيث للحزن على وفاة أش. على الرغم من كونه قاتلا من هيزوكو، فإن ديو لون هادئ ولديه قلب جيد، كما أن لديه إحساسا قاطعا بالعدالة، كما هو موضح عندما قام بالتخلي عن مهمة ملاحقة أش ومهمته لقتل والده. يشعر بشعور غريب عن والده، وغالبا ما لا يخاطبه كوالد له، مفضلا أن يطلق عليه ذلك الرجل أو ران. على الرغم من أنه يعتبر لوان صديقه الجيد من الطفولة، أصبحت علاقتهما متوترة مع خيانة رون.